Numéro 16, page 304. Remplissez complète le tableau suivant concernant 6 triangles ABC. On a 10 triangles ABC, mais 6 triangles ABC. J'avais puis écrit ici ce triangle est quelconque. Si c'est un triangle quelconque, mettez-le Q. Si c'est un rectangle, mettez-le R. Isocèle, mettez-le I. Rectangle, isocèle, mettez-le RI. Équilatéral, mettez-le E. On a quel cas? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle colonne est un cas? هو بيكون عطينا اثنين انجل، نحن بدنا نجيب الثالث ونعرف شو هو الناتور للتريانجل. يعني هون البي دي سي دي سي اكزرسيس انه نقدر نعمل كالكول لانجل اذا كان معي اثنين انجل وبدي اعرف الثالث، ومن خلال الميزور دي زانجل اعرف شو الناتور تاع التريانجل. طريقه الحل رح اخذ اول كا. بريمير كا عطينا الـ A إيجال 30، B إيجال 40، C ما بعرفها. نستخدم الـ remark اللي تري important لأنه عنا إنه السوم للـ 3 أنجل بقلب نمبورت كل تريانجل هو 180 دوغري. حط A بلس B بلس C إيجال 180، بعوض الـ A بقيمتها بلس الـ B بقيمتها بلس الـ C إيجال 180 دوغري. بجمع الـ 30 مع الـ 40 بعدين 70 دوغري، بصرف عندي 70 دوغري بلس C إيجال 180 دوغري. بنشتغل على طريقة الميزان، الإكواسيون اللي علمتكم عليها. بشيل من هون، بدي اترك السي لحالها، بشيل الـ 70، يعني من هون كمان بدي شيل 70، بصير في عندي 70 موان 70 بلس سي إيجال 180 دوغري موان 70، بيطلع عندي السي هي 110 دوغري. هلا كيف بنعرف الناتور للتريانجل؟ بنلاحظ إنه هي 30، هي 40، هي 110، ما في شيء مميز، يعني ما عندي اثنين انجل اطباق، ما عندي ان انجل دروا 90 ديجري. بهالحاله بيطلع الناتور للتريانجل هو كالكونج، دونك تريانجل كيو. كيو يعني كالكونج، لانه هو كان قايل انه التريانجل كالكونج بحط له حرف كيو. بنيجي بنعبي الانفورماسيون اللي طلعوا عنا بالكتاب، السي بحطها 110 ديجري والناتور كيو. نفس الشغل بدي اشتغله لثاني حاله. مثل ما قلنا حطينا الدونير اللي عنا اياهم بتاني حالة، انطلقنا من القاعدة اللي قلنا عنا A بلس B بلس C إيجال 180 دوغري، بعوض كل شيء بقيمته، بجمعهم بنقص من هون 127 بنقص من هون 127 بيطلع ال B 53 دوغري. هلا هون بدنا نلاحظ انه ال A 53 دوغري وال B 53 دوغري، يعني عندي اثنين انجل ايجو، مي دو ميزور 53 دوغري. التريانجل اللي بيكون في بقلبه اثنين انجل ايجو هو تريانجل ايزوسيل، يعني هون بيطلع عندي تريانجل هو تريانجل ايزوسيل. كمان بنعبي هذا انفورماسيون بنعبيهم بالتابلو على الكتاب. ثاني حاله ال A 63 البي ما معياها السي ما معياها، بنطلق من الريمارك اللي قلنا عنه انه جمع الانجل 180 دوغري بعوض كل شيء بقيمته، بعمل حسابات بيطلع مع البي بتسوي 90 دوغري. طيب بي بتسوي 90 دوغري، يعني عندي انجل مميز، انجل مميز هذا البي ايجال 90 دوغري انجل دروا. باي نوع من التريانجل بيكون؟ نحن بنكون حافظين انه هو بالتريانجل ريكتانجل، دونك تريانجل ار، يعني ار يعني ريكتانجل. كمان بنعبي الانفورماسيون بالتابلو على الكتاب. هلا هون بالكاتريام كا ا ما معيها مع البي ومع السي 60، بنطلق من ال ا بلس بي بلس سي ايجال 180 دوغري، بعوض كل شيء بقيمته، بحسبهم هول، بصير في عندي A plus 120 إيجال 180. A بدي أشيل 180 من عند ال A لأنه بدي أحسبها، 120 موان 120 يعني بنقص من هون 120، بنفس الوقت من تاني جهة بنقص 120 بيطلع ال A إيجال 60 دوغري. بنلاحظ إنه بيطلع عند ال A بتساوي ال B بتساوي ال C، تلاتتهم 60 دوغري. برجع بستذكر المعلومات الانفورماسيون بكون حافظها. بأي حالة بلاقيها أنا 3 أنجل إيجو إيجال 60 دوغري، بيطلع عندي الناتور دي تريانجل هو تريانجل اكويلاترال، يعني بحط او بنعبي الانفورماسيون. سانكيام كا عندنا ا 45 بي 90 سي ما معيها، بنحط بنطلع من القاعده 45 بلس 90 بلس سي ايجال 180، بجمع هون اثنين بيطلع عندي هذا الشكل. هلا بدي اشيل 135 من حد السي بتبقى لحالها، يعني من هون بدي اشيل 135 ومقابلة من الجهة الثانية بدي اشيل 135، شلت من الجهتين 135 بيطلع عندي سي ايجال 45
دوغري. بلاحظ انه عندي اثنين انجل ايجو، سي بتساوي الا هي تساوي 45 دوغري، يعني حد هلا التريانجل هو ايزوسيل افيك ان انجل 90 دوغري، يعني بصار ريكتانجل. يعني هذا التريانجل هو بنفس الوقت ريكتانجل وايزوسيل، يعني بصير فيه يقول عنه انه هو تريانجل ريكتانجل ايزوسيل، دونك تريانجل ار اي ريكتانجل ايزوسيل. بنعبي قلب التابلو. سيزيام كا A معيها، ال B ما معيها، C معيها، بحط A plus B plus C equals 180، بعوض كل شيء بقيمته 127، من هون بدي شيل 127، بنشيل من هون 127، بيطلع ال B 58 دقري. ما في شيء مميز بهذا التريانجل، فيش أنجل بيساوي بعض، فيش أنجل 90 دقري، يعني التريانجل كالكونج كي. نفس الشغل بدي اشتغله بالستيام، بحط A plus B plus C equals 180 دقري، أنا بتجيب C، بعوض ال A بقيمتها، ال B بقيمتها، نشتغل نفس الشغل مثل ما ملاحظين، بيطلع عندي C إيجال 63 دقري، بيطلع C، بيطلع عندي C بتساوي ال B بتساوي 63 دقري، يعني هذا التريانجل هو تريانجل إيزوسيل. ويتيام كا عندي A ما معيها قدي، مع ال B قدي، ومع C قدي، بنطلق من A بلس B بلس C إيجال 180 دقري. A plus 39 plus 102 égale 180 degrés. عوضنا كل شيء بقيمته، جمعنا هون 2 بصير عندي هاي الإيكواسيون. هلا من هون بدي اشيل 141 ومن هون بدي اشيل 141 لطير هي اترك الـ A لحالها، بيطلع عندي الـ A égale 39 degrés. الـ A بتطلع بتساوي الـ B، يعني تريانجل ايزوسيل. مثل ما ملاحظين انه كل الكا نفس الحل، نفس طريقه الحل، بس بيتغير عندي النيميراسيون الارقام وبيتغير عندي الناتور تاع التريانجل. نفيام كا A 13 B ما معيها C ما معيها 77 دوغري. A plus B plus C égale 180، 13 plus B plus 77 égale 180 دوغري، يعني عوض كل شيء بقيمته، بجمع هون 2 انجل، بيطلع عندي B plus 90 égale 180 دوغري، بشيل من هون 90 دوغري لحتى طيرها، ومنفس الشيء نفس الشيء من الجهة الثانية بصير 90 دوغري، بيطلع عندي ال B إيجال 90 دوغري، ما عندي أنجل 45 دوغري، ما عندي أنجل إيجو، بس أنجل دروا، يعني تريانجل ريكتانجل R. دورنيير كا A إيجال 100 دوغري، B إيجال 10 دوغري، C ما بنعرف قدي، ننطلق A بلس B بلس C إيجال 180، 100 بلس 10 بلس C إيجال 180، 110 plus C égale 180 degrés. من شيل من هون 110 ومن شيل من هون 110، بيبقى عندي C égale 70 degrés. 3 angles différents, pas des angles égaux, pas d'angle, pas un angle droit, يعني triangle quelconque. هذا numéro 16. هلا numéro 17. عم بيقول لي بنيميرو 17 construit un triangle ELE équilatéral de 4 cm de côté. Équilatéral يعني 3 côtés égaux. يعني كل côté من هاد 3 côtés égal de longueur 4 cm. طريقة الشغل، أول شيء بنرسم أول côté هي EL 4 cm، فينا نرسم أي côté تانية، أنا بلشت بالـ EL. على دو كومبا من قيس الـ EL يعني 4 cm، بنفتح الكومبا 4 cm، بنحط الإبرة عند الـ E ومنعمل arc، بنرجع بنحط الإبرة عند الـ L ومنعمل arc. L'intersection de ces deux arcs بيعطيني le point I, troisième sommet de ce triangle. On nous donne le I مع le E ou le I مع le L. بيرجع بيقول لي place M milieu de EL. M هي milieu للكوتي EL. N milieu de côté LI. N milieu للكوتي LU ou le P milieu de côté EI. بيجي بحطهم. نحن بنعرف انه EL هي 4، يعني الM بدها تكون على 2. الميليو قد نصها، الان نفس الشيء على نص الاي ال على 2 يعني، والبي نفس الشيء على نص الاي او يعني على 2. بيقول لي كل لا ناتور دي تريانجل ام ان بي، حتى اعرف شو الناتور للتريانجل ام ان بي في استعمل شغله، بجيب الكومبا بفتح قد البي ام او وحده من 3 كوتي وبشوفهم بيطلعوا 3 كوتي عندهم نفس اللونجير، يعني بنعمل لهم كومباريزون على دي كومبا، بيطلع عندي ام ان ايجال ان بي ايجال بي ام، يعني هذا التريانجل صار في عندي يا دونك ام ان بي اتان تريانجل ايكويلاترال لانه عنده 3 كوتي ايكو.